السلام عليكم. تعز هل نست معركتها وعدوها الأول؟ هاجس ربما بات يحضر لدى الجميع وهم يتابعون الأحداث الأخيرة في مدينة تعز، لكن هذا الأمر قائم على الكثير من المعطيات، وأهمها الصورة التي يحاول البعض رسمها عن تعز، وهي أنها مشكلة عسية على الحل، وافتعال الاقتتال الداخلي من أجل كسر فكرة المقاومة، وأن الحوثي كان على حق فيما قاله عن تعز. فهل بعد كل هذه التضحيات يعود الناس ليتقاتلوا بينهم البين؟ لكن ربما على تعز أن تؤكد أنها ليست أزمة خاصة، بل إنها جزء من الأزمة الوطنية، وأنها ليست مشكلة في هويتها ومشروعها الصغير، وقد كانت ولا تزال عصا المشروع الوطني والقوة في كل تحولاته. تقف تعز اليوم على مشارف الاتفاق بين السلطة والجماعات المسلحة. لا يقينيات هنا، كل ما يمكن أن يقال هو تكهنات عما سيفضي إليه الاتفاق. فهل سيلتزم الجميع من أجل تجنيب هذه المدينة المزيد من المعاناة والالتفات صوب استكمال التحرير بقية المدينة وأريافها؟ أم أن تعز ستبقى جريمة تتحملها الحكومة والتحالف والأحزاب السياسية؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من المساء اليمني. مشاهدينا الكرام، نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. بعد أيام عاصفة بالقلق والمواجهات في تعز، اللجنة المكلفة من قبل المحافظ أمين محمود توقع اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار في جميع المواقع وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار. الاتفاق قضى بضبط العناصر المطلوبة أمنيا وتسليم كافة المقرات الحكومية لقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية في المربع الشرقي في إطار خطة السلطة المحلية لبسط نفوذها على كافة المباني والمنشآت الحكومية في المدينة. المحافظ كان قد أصدر قرارا يقضي بعودة المؤسسات إلى مقراتها وبسط نفوذ الدولة بعد أن رفضت جماعة أبو العباس تسليم المنشآت والمقار الخاصة بالحكومة. لأيام شهدت تعز شباكات دامية وجه خلالها رفاق المقاومة والسلاح ضد بعضهم، ووقف القاتل الأول في مربع الفرجة، لكن لم يقف وحيدا، فمعه وقفت الشرعية موقف المتخاذ اتجاه تعز. أيا تكن المواقف، فتعز القطاع المنفصل كما قيل عنها، تخوض معركتها منفردة، فلا تزال قيادة الدولة تتعامل مع هذه المحافظة بلا مسؤولية على المستوى السياسي والأمني. تعز التي حوصرت وانتصرت وحاربت وانتصرت تقف الآن أمام محاولة تفتيتها من الداخل وزرع أجسام غريبة عليها وكأنما لا يكفيها عدو واحد. فهل بات على هذه المدينة بعد كل هذه التضحيات أن يعود أبناؤها للقتال فيما بينهم؟ يراهن أبناء تعز على تجاوزات محنتهم، لكن بعد الكثير من الخسارات، فأكثر من 30,000 مسلح داخل المدينة باتوا يشكلون خطر الانفلات ما لم تحتويهم الجبهات أو المعسكرات النظامية. تساؤلات عن غياب الرؤية الواضحة للتحالف والشرعية والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية فيما يخص ملف تعز، ناهيك عن صراع الأجندات وتعارضها مع تمكين الدولة وسلطاتها في المدينة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبداية ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نبيل جامل، محافظ مستشار محافظة تعز ومدير عام مكتب التخطيط من هناك، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، أهلا بك أخت آسيا ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. لو بدأنا معك أستاذ نبيل من الاتفاق الأمني، هل تعتقد أنه سيفضي إلى حل الأزمة تماما في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الكل يعلم أن تعز ليست منفصلة أو بمعزل عن ما يدور من أحداث على المستوى الوطني، فهي تؤثر وتتأثر. الكل يعلم أيضا أن هناك مشكلة أو بعض الصعوبات الحقيقية كما ذكرها مؤخرا الأخ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية، الإشكالية الحادثة على مستوى المركز بين الرئاسة والحكومة وغياب الرؤية بالعلاقة بين التحالف العربي والحكومة، هذا أكيد وما لا شك فيه أن له انعكاس حقيقي على كل المستويات بما فيها ملف تعز وعلى مستوى الملف التحرير أو الملف الأمني. فنستطيع أن نقول أن تعز لن تستقر لا أمنيا ولا اقتصاديا ما لم تستقر عدن العاصمة المؤقتة لنا حاليا، وبحكم أنها تعتبر الآن الشريان الوحيد والحقيقي لمحافظة تعز. أيضا تعز لكثير من العوامل
وأما موقعها الجغرافي وثقلها السكاني النوعي وتاريخها الثوري، أيضا كل هذه عوامل تجعل أنه تعز محل النظر سواء على المستوى العالمي الدولي والإقليمي وأيضا المحلي. ومع هذا تعز تخوض كثير من التحديات على في مسيرتها، وتقدم النموذج رغم وجود أخطاء هنا ولا هناك، ولكن نستطيع أن نقول أن تعز ستخرج من مشاكلها قوية وستقدم النموذج المرجو وبحجم التضحيات التي قدمتها محافظة تعز. نعم، هذا بالتأكيد ما نأمله أستاذ نبيل. يعني ولو عدنا إلى الاتفاق الأمني، إلى أين وصل حتى الآن؟ هل استلمت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المقرات الحكومية التي كانت تحت سيطرة كتائب أبو العباس؟ عندما تولى الأخ محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود زمام هذه المحافظة، والذي لم يتعدى له سوى 4 أشهر فقط، ووضع نصب عينيه أهم الملفات وهو ملف التحرير وملف الأمن. ونقولها عبر قناتكم إنه الإمكانيات التي أعطيت للأخ المحافظ تكاد تكون منعدمة، وأهم ومع هذا وجد هناك تصميم وإرادة من الأخ محافظ المحافظة وبجواره أيضا كل الخير من أبناء تعز وعلى رأسها أحزاب التحالف السياسي في تعز لكي نمر بهذا الملف، وخاصة بعد الحادثة الخطيرة التي حدثت هذا في الشهر الماضي وإحاطة اغتيال موظف الصليب الأحمر، كان لابد أن يتم الضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون. هناك انفلات أمني حقيقي بسبب أنه فعلا تعز بكل ما تملك كانت من سلطة محلية ومقومات الدولة ومؤسسات الجيش والأمن انهارت. نحن الآن في طور البناء، في طور وليد لا زال في مرحلته الأولى، طور إنشاء سلطة محلية في تعز من الصفر بإمكانيات ضعيفة وبسيطة وبسيطة جدا. ومع هذا هناك إرادة حقيقية ممثلة بقرار محافظة المحافظة أن يتم الدخول إلى الجهة الشرقية المربع الشرقي وتفعيل هذا المربع، وأيضا مطاردة الخارجين على القانون محدودين ومحصورين بأسماء فقط، ليس كما روجه البعض واصطنع لنا مشكلة غير حقيقية في تعز. الحمد لله الآن قوة الأمن الشرطة العسكرية وقوة الجيش تتواجد في المناطق وفي المؤسسات الأمنية في المربع الشرقي. وجد هناك بعض الإشكاليات تم تجاوزها، الكل يعلم أنه تم توقيع بالأمس، تم توقيع عبارة عن محضر للخروج بصيغة يتوافق عليها الكل لبص سلطات ونفوذ الدولة وانتشار أيضا الأمن. اليوم تم انتشار قوات من اللواء الحرس الرئاسي الخامس الحرس الرئاسي وأيضا الشرطة العسكرية، وسيتم أيضا انتشار قوة من القوات الخاصة لكي يضبط إيقاع وملف الأمن في محافظة تعز إن شاء الله. والأمور في كل من المتقدم، هناك في الأمس واليوم هناك هدوء في محافظة تعز، ونتمنى أن يستمر هذا الهدوء ويبنى على ما تم اتخاذه ويتم الالتفاف الحقيقي حول الإرادة القوية للأخ محافظ المحافظة وتنفيذ توجيهاته التي تصدر منه بحكم أنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة. نعم، يعني تحدث عن أن الهدوء يعني سائد، ولكن يعني قبل ربما ساعة أو يعني ساعتين وصلنا خبر يعني اغتيال أحد يعني الإخوة في منطقة المسبح في تعز، يعني أن الأمور لم تستتب بعد، ما زال هناك يعني بعض الإشكالات. ما لا شك فيه، نحن في معركة حقيقية مع مجموعة من الخارجين على القانون. هذه المعركة ستستمر، لن تنتهي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين. لكن ما نستطيع أن نقوله أن هناك قرار حازم وقوي باستمرار مطاردة هؤلاء الخارجين القانون. سيتم دفع ضريبة، فأبناء تعز دفعوا ضريبة وضريبة ضخمة وكبيرة، أكثر من 6000 شهيد وأكثر من 20000 جريح في سبيل المحافظة على هذه المدينة والدفاع عنها ضد الإنقلابيين الحوثيين. نعم، والمؤسف يعني أن تدفع أكثر وسيدفعها أبناء تعز
في سبيل بسط الأمن في هذه المحافظة. بالضبط، يعني والمؤسف أستاذ نبيل يعني وما يجعل الناس يشعرون بالأسى أن يعني يدفع أيضا بجرحى وشهداء جدد، ولكن بين الأخوة بينهم الذين كانوا بالأمس يعني يحاربون الحوثي وكأنهم نسوا معاركهم والتفتوا لبعض لتصفية حسابات داخلية. نقول للأسف، للأسف الشديد أنه حدث اقتتال داخلي في هذه المحافظة، وكان له تداعياته، والمتابع الجيد لتعز ولإحداثها منذ أن اتخذت هذه المحافظة قرار التصدي للانقلابيين الحوثيين، والمتابع الجيد لإدارة ملف تحرير تعز أو إدارتها، وخاصة من الأخوة في التحالف، يجد أن هناك خلل تام. الكل حذر ورفع الصوت أن إيجاد أي ميليشيات أو كيانات خارج إطار السلطة يعني أن هناك قنابل موقوتة ستضع في الطريق، وهذا ما وصلنا إليه للأسف الشديد. ومع هذا نقول آن الأوان لأبناء تعز أن يلتفوا حول قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة ليقدموا النموذج الأمثل والحضاري لما تحمله تعز من مكنون حضاري وثقافي وتعليمي. حدثت أخطاء وحدثت مشكلات تم احتوائها بجهود المخلصين من أبناء تعز وعلى رأسهم الأخ محافظ المحافظة، وفي خلال اليومين السابقين هناك أخطاء، نتجاوز هذه الأخطاء، والآن نحن في مرحلة جديدة اليوم من قبول الأطراف اللي كانت معارضة أو كان لديها لبس في قضية هذا الانتشار الأمني والقبض على بعض الخارجية القانون، لكن نقول سيقدم أبناء تعز النموذج الأمثل إن شاء الله، وسيتم معالجة هذه الأخطاء في ظل وفي إطار البيت التعزي الواحد، وننطلق بالمشروع التعزي والوطني نحو النموذج الأمثل لمدينة تستحق أن تكون في إطار المحافظات المحررة واللي تقدم نموذج للدولة المؤسسية. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ نبيل أن ننتقل إلى النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الشرطة من تعز. مساء الخير سيادة النقيب. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد أسامة، يعني نود أن تحدثنا أين وصل تنفيذ الاتفاق حتى الآن؟ والله بالنسبة للاتفاق هو يعتبر إنجاز تم تحقيقه يوم أمس، لكن إلى اليوم لم يتحقق منه شيء. يعني ما زالت المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون تنتشر في أماكن معينة، وما زال إطلاق النار مستمر على أماكن تمركز القوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في الحرز. يعني ما زال الوضع إلى الآن، حتى التهدئة لم تثبت بالشكل الصحيح. يعني قامت لجنة التهدئة اليوم بتحركات معينة من أجل التهدئة وفتح الطرقات المقطوعة، ولكن لم تنجح بشكل كامل. نعم، لما برأيك سعادة النقيب يعني الأحاديث أن هناك اتفاق وأنه بدأ بالتنفيذ، وخصوصا من طرف يعني الجانب الآخر يتحدث أن الإشكالات ستحل وأنه سيتم تسليم جميع المقرات، يعني هذا ما نتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن على أرض الواقع كما يبدو لي وكما تتحدث لا، يعني لم يحدث شيء، لماذا؟ والله هذا يطرح على اللجنة المكلفة سؤال والأخ المحافظ. بالنسبة لي ليس لدي إجابة عن هذا السؤال. إحنا كنا ننتظر التسليم اليوم بفارغ الصبر، كنا ننتظر فتح الطرق المقطوعة أيضا، ولكن للأسف لم يتم من ذلك شيء. نعم، في حل لم يتم التسليم. شهدنا مظاهر لإخلالات أمنية عديدة، منها محاولات اغتيال واغتيال. يعني ظهرت إخلالات أمنية قد كنا لمدة أسبوع يعني هدأت نوعا ما. نعم، يعني برأيك يعني إذا لم يتم التسليم فعليا، يعني رغم أن الاتفاق كان واضح وأنه يفترض أن يتم التسليم منذ اليوم حتى يتم تسليم جميع المقرات، إذا لم يتم هذا التسليم ما الذي سيحدث؟ أعتقد توجيهات وقرار الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية كان واضحا وحازما لا تراجع عنه. موقف الأخ المحافظ واضح جدا، وقادة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية أيضا
وقوفهم خلفه بكل ثقلهم وقوتهم. أعتقد أن هناك خيارات أخرى قد تتخذ. نعم، إذا ابقى معنا قليلا سعادة النقيب، يعني سأعود إليك بعد أن أشرك معنا الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هل يباع الوهم لأبناء تعز إلى حد الآن؟ يعني وهذا متحدث باسم الشرطة الأستاذ أسامة الشرعبي، يعني يتحدث أنه لم يتم أي شيء من الاتفاق، ما زالت المجامع المسلحة منتشرة، ما زالت الطرق مغلقة، ما زال الأمن غير مستتب، يعني وأنت تحدثني في بداية الحلقة أن الأمور على خير ما يرام وأنه سيتم التسليم وقد تمت بعض الإجراءات، ما الذي يحدث؟ أبني أنا على ما قاله الأخ أسامة، اليوم تم نزول لجنة التهدئة وفتحت كثير من الشوارع، انتقلت إلى المربع الشرقي وقابلت بعض الشخصيات هناك، الشرطة العسكرية تداوم في مقر الشرطة العسكرية، يوجد هناك رجال الأمن في مبنى مكتب الأمن. سيتم إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم غدا أو بالكثير بعده لبعض التفاصيل اللوجستية من دعم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيصل من عدن بقيادة قائد القوات الخاصة. يعني لا يوجد هناك مانعة اليوم، الطرف الذي كان معارض من خلال زيارته اليوم من قبل لجنة التهدئة يقول مستعد اليوم للطلوع وتنفيذ الاتفاق، لكن تم تأجيل التسليم. القوات قد موجودة أساسا داخل، أنا كما حددت الشرطة العسكرية موجودة لم في مقر الشرطة العسكرية، إدارة الأمن تم تسليمها، تسليم بقية بعض المكاتب إن شاء الله، بعض الإجراءات وخاصة الإجراءات المتعلقة بالأعتاد وبعض الإمكانيات التي ستصل إن شاء الله سبحانه وتعالى يتم تدارجها خلال اليومين القادمين والمسألة ستمشي. قصدي الخطاب لأبناء تعز وتطمينهم شيء مهم ولا نزايد على الواقع، هذا الواقع وسنواجه الواقع هذا كما هو بسلبياتي وبإيجابياتي. تعز قضيتنا وسنواجه الكل. أبناء تعز هم الحاضن الحقيقي للدولة، هم الذين يريدون الدولة، الكل، لا يوجد أحد لا يريد الدولة في تعز بس نفوذ الدولة. هناك بعض الأخطاء حدثت سيتم معالجتها إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال اليومين القادمين إن شاء الله. نعم، إذا أعود إليك نقيب أسامة، يعني برأيك كيف يمكن معالجة المشكلة من جذورها بحيث تكون قوات الأمن هي القوات الوحيدة المسيطرة على الوحدات الأمنية وهي التي تفرض الأمن وبقية المقاتلين يتوجهوا إلى الجبهات عوضا عن انتشارهم في أسطح المنازل أو في الأماكن التي لا تليق بوجودهم كمقاتلين ضد الحوثيين؟ والله تطبيق الاتفاق وما ورد فيه وقرار محافظ المحافظة هو المخرج الوحيد لكل ذلك. يعني وكما تفضل الأستاذ نبيل فعلا، يعني الوضع الواقع في تعز واقع صعب ومعقد قليلا، ربما يحتاج بعض الوقت للتطبيق. نحن ننتظر، ما زلنا يعني بحسب توجيهات الأخ محافظ المحافظة نتواجد في أماكننا التي تم توجيهنا إليها. مع وجود بعض الخروقات التي حدثت ما زلنا متواجدين ومنفذين للقرارات والتوجيهات وننتظر تطبيق الاتفاق الذي وقع يوم أمس. بالنسبة وأضيف على الأستاذ نبيل فعلا، يعني تعز هي حاضنة مؤسسات ولن تقبل أي مشروع مقزم أو صغير يحاول أن يستحوذ عليها. تعز بكل أطيافها، شبابها وكوادرها ومنظماتها وكل شيء، لا تقبل غير المؤسسات والمؤسسات فقط. هناك دعم شعبي أو يعني وتفاعل شبابي كبير مع الخطوة التي اتخذها محافظة المحافظة في عودة المؤسسات للعمل من مقراتها. ويبقى التطبيق، هذا أكيد سنتعرض لعراقيل ومشاكل، وهذا أمر طبيعي في مدينة كتعز تعاني من الحرب والصراع، من عدم اكتمال بنية الجيش وبقاء كيانات وعناصر مسلحة خارج البنية، لكن الإصرار قائم وباقي على يعني
تنفيذ قرار المحافظ بعودة المؤسسات تفعيلها من مقراتها. نعم، ونحن نتمنى أن نرى يعني ثمار هذا الاتفاق على أرض الواقع فعليا. شكرا لك النقيب أسامة الشارعبي المتحدث باسم الشرطة العسكرية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني المحافظ جديد، يعني تم تعيينه قبل 3 أو 4 أشهر تقريبا، ويبدو أنه يعني يسعى لفرض هيبة الدولة من خلال استلام جميع مقراتها وفرض حضور السلطة أيضا. ما هي العوائق التي يعني أمام تحقيق ذلك برأيك، خاصة يعني ونحن نرى بعض الاتفاقات أو بعض الخطوات التي تعرقل ب يعني أجندات مختلفة بآراء مختلفة بتعارض أيضا المواقف؟ الأخ محافظ المحافظة أتى إلى المحافظة على وهي تحمل تركة ثقيلة ومشاكل معقدة في كثير من ملفاتها، واهم هذه الملفات الملف الامني. اهم المعوقات التي تواجه الاخ محافظ المحافظه قله الدعم، ونقول هنا لا يوجد دعم حقيقي يرقى الى المستوى المطلوب من الجانب الحكومي. لا توجد موازنه حقيقيه الى حد اليوم للمحافظه كمحافظه تعز ذات ثقل سكاني، وايضا تواجه مصاعب كبيره. محافظة لم يتم تحريرها، محافظة محاصرة، تحمل هموم وتبعيات 3 سنوات من الحصار، ومع هذا لم يتلقى الأخ محافظ المحافظة الدعم الحقيقي. أيضا تعز كما قلت مرتبطة بالاستقرار الحقيقي للحكومة لمحافظة عدن، فتعز ليست بمعزل. أي اهتزاز في محافظة عدن في الحكومة يأتي تأثيره على مدينة تعز. الأخ محافظ المحافظة أتى ببرنامج واضح، وأيضا تبنى البرنامج السياسي للأحزاب التحالف في تعز، ويخطو الآن خطوات. يعني الفترة الزمنية بسيطة، من يريد أن يحاسب أو يتكلم عن الإنجازات الأخ المحافظ في هذه الفترة الزمنية البسيطة ليس بمنصف، لكن هناك قرار وقرار قوي وجري بخوض الملف الأمني وتبعياته والدخول في مناطق لم يتجرأ غيره على الدخول فيها. الأصل أن يكون الكل ويلتف الكل سندا وراء قرار الأخ المحافظ لتنفيذ هذا القرار والانتهاء من هذا الملف لمصلحة تعز في المستقبل. نعم، إذن أستاذ نبيل، يعني بحديثك عن ضرورة يعني الاستقرار الأمني في عدن حتى يتم الاستقرار أيضا في تعز، يعني يشعر المراقب أن تعز يعني بالنسبة للحكومة قطاع منفصل لا توليها ذلك الاهتمام، يحدث ما يحدث ويعني لا نجد أي حلول جذرية تأتي من هرم السلطة، يعني لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري للأسف. لماذا برأيك يعني هناك بعد بين الرئاسة والحكومة بشكل عام وتعز؟ أعود للقول إن هناك مشكلة حقيقية، كل ما يحدث من ظواهر ومن نتائج سواء في تعز أو في عدن وغيرها هي نتائج لهذه المشكلة. المشكلة الحقيقية هي غياب الرؤية الحقيقية للتعامل مع إخواننا في التحالف، وهذا ذكره أكثر من وزير، وكما ذكرت كان آخره الأخ وزير الخارجية. تصحيح المسار مع الأخوة في التحالف صحيح كثير من المسارات سواء في عدن أو في تعز. نحن نقول في تعز إذا أراد التحالف وأرادت الحكومة الشرعية أن ينجح الأخ المحافظ فيتطلب ذلك أن يكون الأخ المحافظ هو البوابة الحقيقية لتلقي الدعم والسلاح، ومصدر القرار هو الأخ المحافظ. ألا تتعدد هناك أكثر من سلطة، يعني للأسف الشديد الآن يتم التعامل بأكثر من جهة في تعز تجاوزا لسوى القيادة المحور أو للمحافظ، وهذا الكلام معروف في تعز. نقول إن البداية الحقيقية لإسناد الأخ محافظ المحافظة هو أن يكون هو صاحب القرار الحقيقي وأيضا صاحب تلقي الدعم عبر الأخ محافظ المحافظة، سواء السلاح اللي يصل للجبهات والتحرير أو الدعم اللي يصل أيضا لاستكمال التحرير. أيضا لاستقرار تعز ولاستقرار عدن ولاستقرار مارة بقول ضروري من وقفة جادة من مؤسسة الرئاسة وأيضا الحكومة مع الأخوة في التحالف، وخاصة مع الأخوة الأشقة في دولة الإمارات التي قدمت
أغلى ما تملك، قدمت دماء أبنائها على هذه الأرض، قدمت كثير من الأموال لتحرير اليمن، ثم وجدت بعض الخلافات. الآن أصبح من الضروري أن تحل هذه الخلافات حتى نعيد توجيه البوصلة توجيه حقيقي. يعني فليتصور الآن المشاهد الكريم وأنت أستاذة آسيا أنه الآن يوجد ويتخلق طرف آخر على الأرض شعاره لا يعترف بالشرعية ولا يعترف أيضا بالحوثيين. بمن يعترف؟ تحت أي راية يقاتل؟ للأسف الشديد هذا يعني أنه خلق طرف جديد ثالث على الأرض اليمنية. هل تقصد يعني هل هناك إشارة لأتباع طارق؟ للأسف هل هناك الشديد. إشارة أستاذ نبيل لأتباع طارق يعني الذي لا يعترف بالشرعية ولا يقاتل في صفوف الحوثي وفعلا نشعر أنه طرف ثالث لا ندري يعني ما الذي يريده؟ أكيد أنا أقولها فعلا طارق عفاش تحت أي راية يقاتل؟ هو يصرح ويقول إنه لا يعترف بشرعية هادي، وأيضا يقول أنا لا أعترف بشرعية الحوثي. إذن تحت أي شرعية يقاتل طارق الآن ما يريد أن يحرر؟ للأسف الشديد يجب أن يتم تحديد بوصلة طارق بغير طارق باتجاه من. يجب أن يحدد المسار الحقيقي والتعامل الحقيقي مع الحكومة. ما لم فإن اليمن ستذهب إلى مربع جديد من الاقتتال، خلق طرف آخر. يعني كما أيضا من يطرح أو شيطن حزب الإصلاح أيضا يؤسس لحرب جديدة. اليمن ضاعت وضاعت الحكومة والدولة في فترة من الفترات، وكان الكل يقول نكاية بالحزب الفلاني أو إنتهى الحزب الفلاني. ضاعت اليمن وضاعت الدولة ودخلنا بنفق مظلم، ظل هذا الحزب وضاعت البلاد. والآن لا نكرر هذا السيناريو. نعم دعنا نتحدث عن هذه النقاط أستاذ نبيل، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكراه. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. وقبل أن أعود إليك اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور محمد قحطان القيادي في منظمة الحزب الاشتراكي من تعز. مساء الخير دكتور محمد. والعافية. أهلا بك معنا دكتور. هل تعتقد أن هذا الاتفاق الذي حصل يعني يحمل بذور النجاح أم عكس ذلك؟ الاتفاق يعني قرار من المحافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود يعني يتصل ب إنه اللجنة الأمنية يعني تحرك يعني لاجتماع المواقع التي في الجبهة الشرقية التي فيها أبو العباس، لكن يعني للأسف إنه العملية لم يعني كثير وفقا لما كان مخطط، فانما حصل يعني تصدر الوضع الامني والعسكري يعني بين فرقاء الفريقين، يعني الفريق اللي طلع استلم المواقع في الجبهه الشرقيه يعني والممثل كان في قياده المحور والشرطه العسكريه ومعهم كمان الامن وايضا يعني الكتاب ابو العباس اللي متواجده في الجبهه الشرقيه.
عند على اخر هذه اللقاء والاقتتال طبعا تم تشكيل لجنه تعتبر محافظه المحافظه ومحافظه المحافظه اللجنه المشكله من قبل محافظه المحافظه يعني بدلت بمده طويله وخرجت باتفاق اللي طبعا عملته في بدايه الاسم في بدايه الحلقه لكن انا اعتقد انه يعني الاختلال في بنيه الجيش الوطني في محور ساعد اختلال بنيوي وبالتالي من الصعب جدا انه محافظ المحافظه يعني يحضر مع طبعا مع قياده المحور والامن يعني ما هو متاح من التشكيلات الموجوده الان في محور ساعد يعرضوا على المشاكل والصعوبات القائمة حاليا وبالتالي يعني بوقت مبكر كان التحالف السياسي يعني في برنامجه السياسي أوصى بضرورة تشكيل لجنة رئاسية يعني من كفاءات متخصصة تأتي لاستكمال دمجة يعني المقاومة للجيش وبالتالي معالجة الاختلالات اللي حصلت أثناء عملية الدمج. إذا أن هذا لم يحصل أنا أعتقد يعني إذا ما استمر رئاسة الجمهورية يعني المتفرق يعني لا تتدخل بشكل واضح وصريح وكذلك الحكومة ويعني أركان وفرق المنطقة الرابعة نحن لا نسمع يعني لا نسمع أي تفاعل مع ما يحصل في تعز وبالتالي انا اعتقد بانه الا يعني تدخل الرئاسه والحكومه بشكل عاجل ويعني يتم تشكيل لجنه رئاسيه تشمل المحافظ ويعني توقف بشكل حقيقي على كافه الاختلافات الموجوده بما فيها يعني الاطراف النظام اللي الان يعني اللي قاتلوا محور قياده الجيش من جهه مع الالويه طبعا الالويه الزواني اللي قياده المحور وبالتالي يعني كتائب ابو العباس اللي هي اساسا تعتبر من قياده المحور ولا تعتبر اكثر من يعني قياده اللواء 35 اللي هي اصلا يعني الكتائب هذه اصلا تتبع اللواء 35 وبالتالي يعني حسب المعلومات التي لدينا انها يعني تعتمر بامر ابو العباس ولا يعني تعتمر بقائد اللواء ولا ايضا بقياده المسؤوليات المحافظه وبالتالي يعني اذا ما عرفنا المعالجه الحقيقيه انا اعتقد من السهل جدا انه نتخذ الاجراءات الثانيه يعني وهذا اي يعني انا اعتقد اي شخص يشتغل بالجيش يقدر يفهم كيفيه توزيع النجوم، كيفيه يعني اعاده هيكله محور التعز. الان في خمسه الالويه، نحن نستغرب اساسا لماذا يعني المدرب لا يتم توزيع الكتائب يعني الالويه على النحو الاتي. كتائب ابو العباس يعني افرض هي مزدوجه بالالويه اللي هو 35 وبالتالي ينبغي ان تلحق الجبهات التي يقودها قائد اللواء 35 العميد اللواء عدنان الحمادي وتشارك في اختتام الجبهات اللي يعني يقودها عدنان الحمادي والمتمثله اللي ابرزها الحكوم وخيثان واصل وانا يعني اعتقد من الضروري جدا انه الان يعني هذه الكتاب يعني تخرج لهذه الجبهات وبالتالي تتحمل مسؤوليه تحرير حيثان والرائده وجنه خدير. في كتائب اللواء 22 ملكه يعني بقياده اللواء صالح سرحان طبعا بقياده العميد صالح سرحان هذه الكتائب ايضا موجوده في المنطقه الشرقيه وتتداخل مع الاسم وتتداخل مع كتائب ابو العباس وبالتالي تحت الانسجامات. ونحن راي انه من اكتشاف هذه الجهات انها تنتشر في الجبهات اللي هي القصر الجمهوري والتشريفات والشقب يعني وجزء من المنطقه الشماليه الشرقيه يعني ينبغي ان تتحمل مسؤوليه تحرير القصر والتشريفات ويعني وصفتي السلال وصفتي المؤسس امن المدينه سابقا الواقع بالقرن القصر الجمهوري. ايضا في اليوم 117 يعني كتائب اليوم 117 ينبغي ان تخصص
بالتالي انا اعتقد انه يعني كتائب ابو العباس الترابيه في كذا حق في منطقه من مناطق القلبيه ينبغي ان يعني ان نعاد توزيعها في المنطقه الجنوبيه اللي تخضع لقاعده اللواء 35. يعني كتائب 170 يعني هذه مصادره في المنطقه الشماليه والشماليه الشرقيه، وبالتالي ينبغي ان تحدد مسؤوليتها في يعني تحرير المنطقه المشمولة، تحرير المنطقه الشماليه الشرقيه اللي اساسا تتواجد فيها. نعم، اذا 145 هو متواجد في المنطقه الشماليه والشماليه الغربيه، وبالتالي يعني ينبغي انه نحمل مسؤوليه تحرير هذا الجزء اللي هي المنطقه الشماليه الشرقيه. ثانيا انا اعتقد من الضروري جدا ان قوات الشرطه العسكريه تتولى متابعه المختلفين من الجيش والزامهم بالقياده العسكريه والبقاء في الجبهات والمعسكرات ومعاقبه المخالفين ان لم يحصل هذا فيظل الانقلاب قائم. يعني ثالثا القوات الخاصه الان هي قد انتشرت، انا اعتقد من الضروري جدا تقويه القوات الخاصه ويعني توسيع نشرها في جميع احياء مدينه سعد والمناطق المحرره. يعني نعم، هناك جهود جماعات متطرفه من افراد المستعينين بالقتل والحفاظ على امن المناطق المحرره باسناد من الديوان الاول رئاسه جهاز الشرطه والجهاز الشرطه الاول الان. نعم، يعني هناك جهود كثيرة لابد أن تبذل لأجل تحقيق الأمن واستتبابه. صحيح حديثك دكتور محمد قحطان، شكرا جزيلا لك، القيادي في منظمة الحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني كنت تتحدث أنت عن تعليق يعني الأحداث على بعض الأشخاص أو بعض الجهات أو بعض الأحزاب، وهناك من يقول أن الأحزاب السياسية أصلا في تعز هي جزء من المشكلة وأنها أصبحت معيقة أكثر مما هي يعني أداة للحل أو معينة للحل، ما رأيك؟ الأحزاب السياسية في تعز بطبيعتها المدنية، وأيضا تعز عملت خطوة متقدمة سبقت فيها المركز أو الحكومة بأن تم إنشاء تحالف للأحزاب السياسية والمكونات السياسية في تعز من أكثر من 11 مكون سياسي، وهناك برنامج سياسي لهذه الأحزاب. هذا سيكون عامل مساعد لأن الأحزاب تمر إلى الأمام. وهنا أنتهز فرصة وأقول تكملة أيضا الموضوع الأول، أنه يجب لنجاح الأخ محافظ المحافظة ثلاثة أمور. أولها أن هذه الأحزاب تلتف التفاف حقيقي وتتعاون تعاون حقيقي مع الأخ محافظ المحافظة، أقول تعاون والتفاف حقيقي وليس المزايدة، وأيضا تبتعد الأحزاب أو بعض الأحزاب من تصوير للشارع أو لغيره أن هذا المحافظ قد أصبح في جيبها. الثاني أن الدعم التي يأتي من التحالف أو من الحكومة الشرعية سواء سلاح أو مال يكون له نافذة واحدة وهو محافظ المحافظة وقيادة المحور. الثالث أن يكون للأخ محافظ المحافظة أن يكون مشروعه مبني على المشروع التعزي المقاوم الذي يستند على تضحيات أبناء تعز وتقديمهم لأربعة ألف أو خمسة ألف شهيد وأيضا أكثر من 20,000 شهيد، ويبتعد قدر الإمكان، أقول قدر الإمكان، عن أي ضغوطات أو إملاءات خارجية. أما الأحزاب يستطيع الأخ محافظ المحافظة أن يأطرها جميعا في ظل البرنامج الذي تم التوافق عليه، وقد تم تقديم برنامج زمني تنفيذي للأخ محافظ المحافظة. الأصل أن يبدأ بخطوات عملية ويتم تشكيل هيئة استشارية أو أي هيئة لتنفيذ هذا البرنامج لتوافقها عليه الكل، وهو برنامج جميل جدا ورائع يحل كثير من المشاكل التي يتكلم عليها الآن الشارع التعزي، وأهم هذه المشاكل التخوفات أو التخوفات من المستقبل وخاصة في مؤسسة الجيش والأمن من البعض، يتم حلها بناء على البرنامج الذي تتوافق عليه الكل في أحزاب اللقاء المشترك،
ومن ضمنه ايضا الالغاء اي كيانات خارج الاطر السلطه المحليه سواء كانت مجليه او غيرها. هذا موجود ايضا في برنامج تحالف الاحزاب السياسيه، يجعل على الاخ المحافظ ان يأطر هذه الاحزاب على هذا البرنامج ويمر ويمر، لان الوقت سيستهلك، وهناك من الاحزاب من تريد من الاخ المحافظ ان يظل في هذا المربع وفي مربع المشاكل اليوميه ولا يتعدى لاي انجازات تذكر. تعز الان بحاجه كبيره ان تنتقل الى مربع انجازات حقيقيه في الملف الامني، وايضا الملف المهم الذي يلتف الكل حوله ولا يختلف عنه هو ملف التحرير. يعني ملف التحرير الذي الى حد الان صحيح. محلك سر، ونقول ويقول هذا ما كنا نتمنى الحديث عنه، يعني فعلا حقيقي لتحرير تعز وبيد التحالف. صحيح، يعني انشغلت تعز للأسف الشديد يعني بمشاكلها الداخلية ونسيت ملف التحرير. نتمنى أن يتم يعني التنبه لهذا الأمر. ونشرك معنا في حديثنا أيضا الدكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي عبر الهاتف من كندا لنستمع لرأيه حول الأحداث الأخيرة في تعز والاتفاق الأمني. تفضل دكتور عبد القادر. السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا دكتور، مرحبا بك في هذه الحلقة. يعني بالأكيد تابعت الأحداث الأخيرة في تعز وما آلت إليه الأمور من اتفاق أمني، كيف تعلق؟ تمام، ما تابعتش أنا المزاج العام حق الحلقة، لكن في نقطتين نقفز فوقهم بسرعة. أنه مشكلتنا عذاب أهل تعز، مشكلتنا تحرير تعز، هذه مش هنا المشكلات، هنا المشكلات الأساسية بس مش هن موضوع الحلقة. فأنا مهمتي أعتقد أن أنا أبسط الأمور وأفصصها وأسمي الأشياء باسمها، لأنه كثير من اللي بيحصل إن إحنا بنتجاهل نسمي الأشياء باسمها ونقفز فوقها ويمكن نستحي ونقول لا هذه ما شنقولهاش وهذه شنقولها. نعم تفضل. أول حاجة لازم أقولها في هذا السياق، لازم نعرف أنه في ما دام في صراع او في انفلات امني، هذا موضوع الحلقه، صراع وانفلات امني، ما حدش بيقول ايش اسماء الاطراف المتصارعه ولا ايش انواع الانفلات الامني. لازم هذه تتحدد وانا بحاول اغطيها، ساحاول ان اغطي هذا الشيء. واحد، لازم نعرف انه في جهه، هذا قد واضح لانه اجى في بيان المحافظ انه في حاجه اسمها ابو العباس وانه مسيطر على المناطق الجنوبيه من تعز. هذا طرف، وكمان في بيان المحافظ خلى للطرف هذا انه اللي هو الكل يعتبر في ضمن الشرعيه. الطرف الثاني مش مسمى، لكن بيان المحافظ نزع عنه صفات الشرعيه او الحصريه للشرعيه، اللي كان دائما الصراع لما ابتدا كان بيقال على اساس انه الشرعيه ضد عدم الشرعية. الآن قد معانا طرفين والطرفين تحت رداء الشرعية بسبب بيان المحافظ الأخير، وأنا ما عنديش مانع على الحكاية هذه. بعد كذا الخطوة الثانية نسمي من الطرف الثاني اللي هو في شمال تعز، لازم يتسمى، لأنه زي ما هنا سميناه أبو العباس لازم هنا نطلق وما نقولش طرف وما نعرفش من الطرف. كيفش نحل مشكلة والطرف الثاني مش معروف لاسمه وحتى بينكر انه طرف، كان بيقول انه الشرعيه والدوله، الان بيان المحافظ نزع منه صفه الشرعيه وصفه الدوله. اذا هذه النقطه الاولى اعتقد ان انا غطيتها ولازم تتفصص ولازم تتسمى باسمها. النقطه الثانيه، ما هي انواع الانفلات الامني؟ انواع الانفلات الامني في الجزء الجنوبي من تعز والجزء الشمالي من تعز. في الجزء الجنوبي مفجرو أضرحة ملثمون مشبوهون متهمون بالاغتيالات، وأحيانا يرفعون الرايات السوداء ويرتدون السراويل الطويلة. سموهم باسمهم، ما ينفعش نجلس نغمغم ونتلفلف. في الجهة الشمالية مفصعون يبتزون الأسواق، يقتلون أصحاب البقالات، يفرضون التوات، ينهبون الأراضي، يستولون على بيوت النازحين، ينهبون البيوت. هذه أنواع الانفلات الأمني مختلفة في مربعات تعز المختلفة، هذه يجب أن تختفي تماما.
بغض النظر عن أي شخص أو أي هيبة وراها. أنا أقترح الحل الإشكالية هذه، أنت الأول أنا مش الأول، لا أنت تعمل لا أنت تعمل، لم أنا صح أنت مش صح. أطالب مثلاً، أطالب بأشياء، سأطالب بالحاجات اللي هي بالسلب، حاجات كلها تبدأ بكلمة ممنوع. الممنوع نعم باختصار دكتور، يعني الوقت للأسف يدركنا. الممنوع لا لا مهم، الممنوع رقم واحد ممنوع السلاح داخل تعز إلا للأمن والشرطة العسكرية، وخارج تعز ممنوع استعمال السلاح إلا من قبل الجيش والمقاومة، نقطة. اثنين، ممنوع إنه العامل الخارجي من خارج تعز، هذه الأشياء كلها بتدار من خارج تعز ويمكن أن تطفأ بلحظة من خارج تعز، ويمكن أن تزداد لهيبها بلحظة من خارج تعز. شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من كندا، وأشكرك أستاذ نبيل جامل كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.